اليوم الذي نعيشه لن يعود، مجرد أن تنقضي ساعاته لن تراه إلا في يوم القيامة. ومن يعيش بهذا النفس يلاحظ عليه أن الهموم والأحزان التي تصيب الناس لا تشغله، لأنه أصلا منشغل بالبناء هناك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سيعطيك حسنات بمقدار ما فعلته أنت، لا، تعامل الله معنا عجيب، خيرا وأعظم أجرا. دون حسنات.